السلام عليكم طلاب، وياكم ست ولادة. اليوم راح ناخذ التطبيق الثاني من تطبيق المايكروسوفت اوفيس، وهو الباوربوينت. يستخدم تطبيق الباوربوينت لإنشاء العروض التقديمية، لإنشاء المحاضرات، وبالأخص المحاضرات الصورية اللي راح أشرح لكم أني هسه على اللابتوب. أنتوا تقدرون أيضا تنزلون هذا التطبيق من الموبايل، نفس الخطوات ونفس التطبيق اللي هو الخاص باللابتوب. خلينا المؤشر على سطح المكتب، ناخذ الكليك الأيمن اللي هو حتى يفتح لنا القائمة المنسدلة أو القائمة المخفية. نروح إلى خيار مايكروسوفت باوربوينت، نلاحظ الأيقونة عبارة عن ورقة بيضة بها حرف البي. نفتح المايكروسوفت، يقول انقر لإضافة الشريحة الأولى. شوف ايش سمانا الشريحة الأولى. بالباوربوينت ما نستخدم كلمة أوراق، نستخدم كلمة شرائح. كل ورقة بالباوربوينت تسمى شريحة. أي خيار من هذين الخيارات غير مفعل هسه الآن عندي، إلا بعد أن أضغط على انقر لإضافة عنوان، وبعد أيضا أنطي كليك ثاني، شوف أصبحت الخيارات الآن مفعلة. اليوم راح ناخذ ما موجود بالصفحة الرئيسية. الخيارات الموجودة بالصفحة الرئيسية هي نفسها الخيارات الموجودة بالوورد، من حجم الخط، نوع الخط، التنقيط، أقصى اليمين، أقصى اليسار، الوسط، ما عدا عندنا خيار مختلف بالباوربوينت وهو شريحة جديدة. شوفون هذا الخيار عبارة عن ورقة مخططة، هذا ينطيني مجموعة من الشرائح مثل ما قلت لكم، هنا تسمى الورقة تسمى شريحة. نشوف إذا فتحناها راح نشوف عندي أنواع من الشرائح، مثلا الشريحة مقسمة اثنين، الشريحة هاي هنا العنوان صغير النص يكون أكبر، هنا مقسمها ثلاثة، هنا مقسم ليها خمسة، شريحة فارغة، حسب البرنامج مالتي أنا شنو اللي يتطلب، شنو نوع الشرائح، هاي التسهيلات اللي يقدم لي إياها برنامج الباوربوينت. نجي بالشريحة الأولى ناخذ عنوان. هسه نريد ناخذ شريحة ثانية. انتبهوا، إذا ضغطت أني مجرد على شريحة راح ينطيني شريحة هو مقسم لي إياها، إذا ضغطت مرة ثانية راح ينطيني نفس الشريحة الأولى، بينما إذا أريد أختار من الشرائح فأفتح مجموعة الشرائح وأختار شنو الشريحة اللي أني أريدها. هسه نجي نكتب بالشريحة الثانية اللي اخترناها، راح أسوي لكم مجموعة من الشرائح ونشوف شلون نشتغل عليهن. ناخذ الشريحة الثالثة. إيش دا تلاحظون؟ نفس الشرائح اللي دا أكتبها هنا موجودة على الجهة اليمنى بشكل مصغر. هسه تشوفون شنو فائدة هاي الشرائح هنا. هذا هو بتطبيق الباوربوينت، ينطيني شرائح مصغرة على الجهة اليمنى. زين، خلنا ناخذ هاي الشريحة الرابعة مثلا، نكتب هنا
زين، هسه تكونت عندي هنا اربع شرائح. شنو فائدة هاي الشرائح اللي هنا؟ مثلا اني اريد الشريحة الرابعة، لا اريدها تجي بمكان الشريحة الاولى، الشريحة او الشريحة الثانية، ايش اسوي؟ اخلي المؤشر على الشريحة الرابعة واضغط على الكليك الايسر. شوف ايش ظهر عندي، مربع صغير اسميها سحب، اسحب الشريحة، سحب وافلات. خليت الشريحة الرابعة اجت بمكان الشريحة الثانية، هاي فائدتها هنا. أنا من عندي شرائح هواية واريد ابدل بين الشرائح. زين، ممكن احذف الشريحة، شريحة من الشرائح خليتها، اي ممكن اخلي المؤشر عليها، اخذ كليك ايمن واقول لها قص، انمسحت الشريحة. طبعا تعرفون انتو هنا عندنا خيار التراجع اللي موجود بالوورد، اخلتوه هذن الاسهم شايفيهن، انا مسحت شيء ولا اريد ارجعه، فارجعه عن طريق خيار التراجع. هذا انا هسه اللي حكيت لكم اياه، انا حملت لكم اياه بالمحاضره النظري. هسه اليوم احنا قلنا راح ناخذ عن كيفيه انشاء شريحه، بعدين ناخذ الى ادراج وتصميم انتقالات حركات عرض الشرائح. ان شاء الله بالمحاضرات الجايه راح ناخذ هذني بقيه التطبيقات. نجي الى ملف، خلينا نشوف ملف ايش بيه. ملف عندنا حفظ، حفظ، نحفظ الملف مالتي. حفظ باسم، اذا ضغطت هذا الخيار راح احفظ هذا الملف مالتي، مثلا احفظه باسم معين. وين اريد بالضبط اخزنه؟ على الديكيومنت، على الديسكتوب، اخترت المكان اقول له حفظ. هاي هنا حفظ عندي، حفظ باسم. زين، هنا المعلومات. شوفوا معلومات انتوا اخذتوها بالوورد، اكثر شيء اللي نستخدمه هنا بمعلومات هي حماية العرض التقديمي. هنا بحماية العرض التقديمي شيء يمكنني من تشفير العرض التقديمي. هي شنو اخذنا؟ ان نعطي كلمة اشفره، بحيث اني هذا العرض التقديمي بمحاضرات مهمة ما اريد احد ان يوصل لهاي المحاضرات، فممكن ان اشفره. ومثل ما قلنا لكم بالوورد، من استخدم التشفير ما احاول استخدم حروف، يكون عندي كلمة المرور يفضل ان تكون عبارة عن ارقام، ما نستخدم الكلمات، لان ممكن ان تكون الكلمة مكتوبة بالعربي بالانجليزي، هذا يسبب لي اشكال بيها. اذا اردنا جديد ينطيني عرض تقديمي جديد. زين، طباعة، هنا انا ممكن أن أطبع العرض التقديمي بإمكانية طباعته للعرض التقديمي. حفظ وإرسال، هو ممكن أن أحفظ العرض التقديمي مالتي وأرسله عن طريق استخدام البريد الإلكتروني. هذه فيما يخص الخيارات، هذني تخص اللغة، حفظ، تدقيق اللغة، خيارات متقدمة، هذني أنتم في غنى عنها ما نستخدمها الآن. هسه هذا اللي شرحت لكم إياه عن بس مجرد فقط شلون انشاء شريحة، وممكن ان ابدل في اماكن الشرائح، وممكن حذف الشريحة. ان شاء الله بالمحاضرات الجاية راح ناخذ بقية الخيارات من ادراج وتصميم وانتقالات.